الكور مظبوط البي ايدنتيفاير والزد كيورد والسي ايدنتيفاير والدار كيورد وهذه نيوميريك كاركتر بس هاي المرحله الاولى مش هيك سوت صنفنا ال طيب بعدين السنتكس قال عملنا شجرة رايح على في عندي هذه زائد وزائد عندي هنا ايدين وفي عندي هنا ضرب وفي عندي هنا ايدين ثلاثة وفي هنا نمرك كالستان هاي ال ضرب عارف؟ اه ضرب لا ضرب يا راجل ليش بعدين ما خلصها وش تفرق؟ كيور بعدين كمان تعمل التيبل هاي لازم تاخذ السمبل تيبل في عندي الاي والبي والسي اللي هذا اي دي واحد هذا اي دي اثنين وهذا اللي هي اي دي ثلاثة اللي هي اللينك يعني زي هيك هذا السيمبل تيبل طيب السيمانتيكال اناليسيس سيمانتيكال اناليسيس ايش تسوي طيب ولا حاجه حتيجي على هاي وتقول لي هذه الفاليو بتساوي 2 شفت ايش اللي صار؟ لزيادة في السيمانتيكال اناليسيس ما بدي يفحص هذا بدي يعرف الشيء انه من الكارستان فبقول لي فاليو بتساوي 2 والاي دي واحد موجوده في سمبل تيبل، اي دي 2 موجوده في سمبل تيبل، اي دي 3 في سمبل تيبل موجوده، خلص السيمانتيكال مش حاجه شفت ايش اللي سويناه في السيمانتيك؟ هاي بس ضيف على الشجره ضيف عليها انه هذا الفاليو 2 بس طيب انترميديت كور جنريشن يعني هذه هي 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 انترميديت كور جنريشن انا الجمله اللي عندي هي يا سيدي مش لازم ضروري عملية الضرب في الأول لأن هذا الضرب العمل الأول في عندي سي عندي 2 في 1 بعدين عندي عملية الجمع بي في 1 منطقي 2 وعندي البود واللي يساوي في 2 ايش هذا؟ هاي الانترميديت كود جنريشن رقم 5 تحسين عليها تحسين عليها قال انترميديت كود اوبتمايزيشن ممكن يكون كثير ممكن يكون قليل انت مش عارف قديش تكتر وبس سطر الحياة لما تكون انت مخبص الباقي الاسئلة والله ما في علاقة توزيع الدرجات بعد المصلح حلو كثير بعد التصليح مش قبل طيب اشرح تخيل انت تكون طالب توزيع العملية قلنا فيش فيها مجال للتغيير الثاني بس فيها زائد وفي
مخزن في ايه؟ في واحد مخزن في ايش رايكم؟ معقول خلينا صح؟ والله صح والله صح هيك يا ربنا اه مظبوط والله صح والله صح عمليه لو صح هاي خمسه اسمع اتوقع المخزن في فندق بس طالع هيك يعني عشان طيب بالاسمبلي يعني هذا اشبه بالاسمبلي تقول اه مو هاي مو مو سيلا R1 R1 ريجستر اه بعدين مو مين ايش شو هذا نمبر 2 خلص تل 2 R1 والله R2 بس ما وين دين واجه ومو وين جاب المو أرواح شو المو نحن أصبح خلص وقال نتناقش بالمنهج كمان ما رأيحك سهلة مش في حاجة طيب ولابتو ما يزيش بدل ما نحط شيء ما يغوية شو موف ومال هيدا بقول له موف واحد وشيف قديش طيب شيف كان واحدة بس شو سيو شو بدلنا عملية الضرب بشفت بس هي انت اشرح لي اللي فوق انت قلنا واشرح لنا اياها بالله شفت مش اي شفت 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 هي الديفولت لفت بدك تكتب لفت طيب بدي امسح المنطقة هاي جاهزين خلصنا بس انت اشرح لنا ستة ايش ستة اشرح لي مش عارف ايش دخلة بس هذا اسم لموف سي في ريجستر R1 خزن يعني خزن سي في R1 وضل اضرب 2 في R1 هاي اللي هي هذول ايش الشفت بتعمل شفت اضرب في 2 شفت 1 يعني اضرب في 2 شفت 2 اضرب 4 اذا كان 2 اضرب 4 اذا 3 اضرب 8 دكتور مش حكيت لي اسيا ولا ما عملتهاش موف على ايه موف على ايه ادرس اذا بدك تعمل موف ال بدك تقول له ايه ادرس ولا هو ايه يعني عادي طيب في سؤال الدك شباب مش هنخلص اذا ضليت زيكنا شو شو بتعمل دوش ما موجود نازل على ايه المدير وش انا بنقطع بعد بنسخ منها؟ لا لا شباب يلا كل ما هنكمل السبت الجاي لا لا بنخلص اليوم ان شاء الله في لحالك السبت الجاي صور يا سيدي صور انا نازل قبل يا ابو ايوه اطلع لكم اخر بيت الحاج شو اجيب الفلوس بس اسكر هذا العمل ايش قصدك يا طيب السؤال الثاني ايش قصدك؟ اه ماشي غلطش انا هذا حلناه يوم ال شو اسمه السبت ما تحب الله السبت فيش فيه دوشة يا جماعة لا اسمه خزيج حاضر على الشارع طيب
المطلوب الاول بيتم الفيرس الفيرس لا للاس الفيرس للاي الفيرس للبي هذا المطلوب الاول هذا حللناه اه ابو التركات هذا قبل ما حلت البيئة هاي بالحلقة سمعت حاجة سمعت هذا انت ها طيب انتبهوا معي بدو الفيرس للاس الاس بتروح لمين لايه والاي بتروح لمين تمام اه كمان يمين طيب في كمان الاس بتروح لمين والبي بتروح للتريا نفسها طيب الاي الاي بتروح لمين طيب طب نرجع للاس الاس بدها اس دولار ساين لا هذا مش فلو لقيت الاس بتروح لايه بس الاي كمان بتروح لايه بس المكان مش موجوده بتروح لايه سمول اذا هناخد كمان الاي كذلك البي البي بتروح لايه ابسلون بي اس بي سمول ايش رايكم هي مليون طيب ولا من أصحاب نفسه للموضوع يصنع في الفلو في الفلو بنحط دولار صاد يجيك الدولار صاد والهرة طيب في البي بده الفلو لأس والفلو لأي والفلو في الأس ليش فلو لبي الأس وين موجودة على اليمين فش إذا بنحط دولار صاين ليش؟ لأنه بس هي لأنه ستارت سيمبل طيب الإيه هي موجودة هنا ليش بيجي بعدها؟ بي في شيء ثاني؟ لا طيب البي ايش بيجي بعدها؟ سمول بي حطينا بي لا هذه ايه أول واحدة الفور غلط ايه الفور خذوا الإيه ايه بعوا ايه 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 طب في تنتين A و B ايش بنسوي؟ A و B هاي في واحدة A وهي واحدة B طيب الفرع الثالث C هل الجرامر هاي مقبولة بقول هل الجرامر هاي ال ال واحد للتابل يا الجاهز يعني ينصنع منه التابل ايش تكرار يعني معنى الكلام في لفت ريكيرجن في لفت فاكتوري لا اذا ما فيش معناته ريدي يا سجا خلاص ريدي السؤال ينسى طيب خذوا هكذا بس سؤال ثاني فعلا بدكتور لو نوم لا نوم بس جاي شباب اسمع جاي هلقيت الحل لقيت سؤال الله يضمنك الله يسبك هاي بقول لك كرييت تيبل لقيت بس جرامر ثاني هاي جرامر معلمها كمان هاي حسب شو ده
اشتغلتوا فيه من سبتقاء ويعني عندك الجواب حاضر خلنا نمشي حاضر يا يعني. ولا مش ستارت سيمبل هو ده
حتى الستارت سيمبل اللي ما يحكي ما بيش على الكوره اصبر اشوف اذا حدد ولا لا ايش في ايه وانا بحط اليد الستارت سيمبل وبيسكر العلامه ماله بنحط الشركات بس في الفولو هذي لما نروح على الفولو عندي هذا سكر العلامه هاي اللي هو الفولو طيب خلصنا الاولى الثانيه ابراهيم رايح على مين لا هو دي ابراهيم هاي ايش ابراهيم اي هي هاي اثنين خلص الثلاثة ابراهيم راح على ابراهيم انا اجيب الفولو نجيب الفولو لمين للابراهيم شوفوا انه موجود الابراهيم الابراهيم موجوده هاي ها في شيء بعدها نجيب الفولو بعدك نجيب الفولو تاع الشمال يكون هنا الابراهيم بي اكسبريشن يعني نجيب الفولو تاع البي اكسبريشن البي اكسبريشن وين موجود هاي ها بس كورس يمين اذا عندي انا هكذا الابراهيم كورس يمين ايش رقمها ثلاثة وفي عندي الابراهيم مش ستارت سيمبل صح مش ستارت سيمبل الابراهيم ولا ستارت سيمبل ايش رايكم انا بجيب الفولو لمين يا عيد طب ماشي بس يجيب زي بعدين لمين بيس مش ستارت سيمبل ولا ايوه اذا بنحط هنا هالجير هاي ثلاثة لأن البي اكسبريشن ستارت سيمبل وانا بجيب الفورمولا ستارت سيمبل طيب خلصت رقم خمسة هذول ثلاثة طيب دي برايم رايح على مين هان لآن هذا رقم ايش؟ أربعة دي برايم لآن هاي أربعة طيب دي برايم رايح على ابشرون نجيب هاي فيش شيء بعدها نجيب الفورمولا لمية للميتر هاي الميتر إبراهيم بدنا نجيب الفيرست الإبراهيم الفيرست الإبراهيم كانت إذا متذكرين الأور كورس يمين صح؟ هاي موجودة الإبراهيم رايح قد نحط الإبسلون انتو شايفينها ولا شايفينها؟ قاعدة الثانية ايه؟ الإبراهيم هاي رايح على أور ورايحة ليش كمان؟ إيه رايحة على كورس؟ لا لا إكسل إكسل الناس خلنا نحكي على الفيرس خلنا نحكي على الفيرس أنا خلصت هذا الرابعة أنا نحكي بالخامسة يا كير التيب رايم راح لإكسل نجيب الفولو تاع التيب رايم التيب رايم فيش شي بعدها نجيب اللي هاد التيب رايم ما هي نفسها وهي التيب رايم تاخذ الميتر الفولو تاع البيتر مهي فانت نجيب الفيرس لابراهيم ونجيب الفيرس برضه ابراهيم نفسه الابراهيم رايح على مين لهون بس اذا عندي انا كمان مره طب ركز معي انا وصلت لخمسه ابراهيم رايح على ابسلون وفيش ابسلون في الفولو بقول اذا في الحاله هاي بدك تجيب الفولو تاع التي برايم طرف الايسر وين التي برايم موجود هان هاي هان فيش اشي بعدها صح فبتضطر اجيب الفولو تاع الطرف الايسر التي برايم هي نفس التي برايم بس التي برايم هي الطرف الايسر بيتر فبدي اجيب الفولو تاع البيتر وين موجوده البيتر مع اليمين هاي هان ايش فيش بعدها الابراهيم بدنا الفيرس تاعها اللي هي الاور هيا ابراهيم راح الاور اذا في خمسه تي ابراهيم مع اور تي ابراهيم مع اور بدنا نحط خمسه مضبوط طيب خلينا نجيب شيء كمان لسه طور روحك هذا ابراهيم نفس الابراهيم بس برضه كمان تنساش طور روحك شويه لقيت الابراهيم مش برضه بتروح لابسلون طب ما فيش شيء بعد هاي ها بعد البيتر هي الفولو اذا بس طور روحك انا جبت انا بدي الفولو تاع البيتر
الإبران جبناها بس الإبران لما تروح لإبسلون وكأنه مش موجودة. نجيب الفولت على البيكس. نجيب الفولت على البيكس بلاش نحطها بيتيس. شوف كده. حلوة. هاي البي اكسبريشن. ايش بيجي بعدها؟ غوسمين بس. رقم 5 ولا 6؟ 5 وفي دولار صاين كمان. لانه هذا الستارت سيمبل. تمام؟ حلو. وصلنا رقم 6. 6 راح لفي فاكتور. والبي فاكتور راح 1 2 3 4. يعني رقم 6 رقم 6 انا في البي تير رايحه لا رايحه نط اربعه هاي رقم ايش هي 6 نط وقوس شمال وعند ثرو بس طيب كيف طيب هل هذه جنرال بي فاكتور نفسها ولا هم الاربعه هي رقم 7 ايش بيجي بعدها كمان؟ حتى كلهم خلص بس باخذ الخط الان 8 صح لا تنسى معاد الخط شو اسمه؟ 8 9 لما تروح هذا 8 9 وهذا 10 عشان رقم البرودكشن طب ليش يعني الهدف من ارقام البرودكشن يعني؟ ايه؟ عشان في الستاك طيب غير الستاك عم نسوي الستاك ليش بلزمونا هدول؟ عشان نعرف الجرامر امبيجوس ولا لا؟ كيف نعرف؟ لو في كان من القناه فيها رقمين اعرف انه الجرامر امبيجوس طب والخانات الفاضية هذه بتعبر عن ايش؟ عن ايرور سنتكس ايرور صحيح سنتكس ايرور لو انك تعمل بارسنج عندنا حنشوف كمان شوية هنعمل بارسنج حسب خوارزمية معينة لو بعت في خانة فاضية اعرف انه ايش؟ خلاص ايرور سنتكس ايرور بدك تمام؟ طيب هذا السؤال ضل في فرع الفرع الثاني ايش بقول؟ Is the above the grammar ambiguous or not? لا مش ambiguous. طيب هاي السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بده نشتغل على recursive descent اول خوارزمية خدناها في شرطة الأربعة. في التوب داون، لا مش موجودة ولا حاجة. اكتب كود في ال تكتب مش بايثون يعني خلي البايثون. لا بالعكس اللغة العربية الطيارة شو تقول شو تقول؟ أنا عارف يا سيدي ايش مش غالي كنت بقول تمسح النوم صبر هيك صبر من هنا هيك الشغلة طيب بقول في عندي جرامر هيبعتلي جرامر هذا بده اربع صفحات على هو يتخلوا فاضي شو ما فيش شيء بيه اساسا
بقول لك يومي اسيوم ممكن تفترض انه الماتش موجوده والايرور فانكشن موجوده والتوكن تعريفه موجود والنكست توكن فانكشن موجوده انك بس تكتب لها لا التيرمينال بدي اعمل له ماتش وللنون تيرمينال بدي اعمل له استدعاء إذا مش عارفين تحلوه هاي الفول أس بديش أرجع هاي في عندي ماتش سويتش أنا في ماتش سويتش توكن حسب إيش اللي جايين أنا بدي أروح مع الليل ولا مع الزين طيب إذا كانت إيه إيش أسوي قال ماتش ماتش الايه صح وبعدين استدعي البي بعد ايش اسوي طب ماشي ماشي ايش هو باراميتر ماتش ايه ماتش هل بدك تشتغل على هاي انا بس شو تقول عادي اسمه هو روحك هي على التركيز ده ماتش ماتش ايش بعد ال في كابيتال حط لها يعني ما تحط لها اثنين ولا واحد تمام بعدين استدعي السي صح بعدين ايش في كمان ماتش السي هاي بريك يا رجل هذه جافة يا رجل هذه ايه بعد والله جافة دكتور كان بس سهلة بس تلتينكم بتذكرهاش ليش هاي البي هنا رايح على مين بعدين استدعي البي بعدين ماتش السي صعبة هذه اللي هي الاس خلصت الاس ايه سويتش بدها بتجيب ولا بدهاش بتجيب بدها بتجيب يا جماعة في ديفولت خلص انا حطيت هاي فوي بي طيب البي ايش هذه؟ ماتش للدي واستدعي دي بس دي يا راجل مش دي دي بي وبعدين اعمل بريك لبسه ولا حاجة طيب دي اذا بدك تحط ايرور حط ديفولت ايرور يا شباب اذا بدك تحط هنا ديفولت ايرور يعني اذا ولا واحدة من الدور على الايرور وهنا كمان عادي ايش هي مشكلة ديفولت ايرور نعمل مثلا
وفي كمان اللي هي السي برايت. وبدنا نعمل ماتش ماتش لي وكول اللي هي سي برايت مرة ثانية وبس. هذا هي أنا قلت له السؤال اللي بعده بس كنت الجمله بالمراجعه على كبير هذا ايه جدول كبير لا هذا غيرته هذا كبير كثير انت لما هذا غيره بيمسح مش الكود نفسه لا لا مش الفولو بتاع التمرين الجنريشن بس الجمله انتوا مش عارف ايه سي مرة صريح الجملة هي في المراجعة احنا مش عارفين المراجعة بس كده معاك بس شوف لي الجملة هذه ايش هي صح هذه فيها قول كتير مش الجملة هذه في سلام الاسكين شرح جبل الثمانية انتو اكس خلاص انتو اكس بدلها طيب ايش تسوى الحاجة تسكرين القانون كان ايش بيس ناقص بي مش بي اللوتر دبليو هذه كانت قلنا كان اسمها زائد اي ضرب دبليو فبدنا اول حاجه نضرب الاي ودبليو نخزنها في واحد اذا احنا عارفين قيمه دبليو بنعوض فيها اذا قلنا مثلا هذه في الجابة والانتجر معناته ايش اربع بايت في بعض اللغات اثنين بايت بس يعني اذا احنا عارفين بنعوض مش عارفين خليها دبليو قد الاي هي مش الاي هي فوق انا ما اعطيك بدبك تعريف الجابة لسه بدنا نحسب العنوان تاع هذا بنحسب في هاي لسه مباشرة بتجيش مباشرة بدنا نحسب في الذاكرة وين موجود هذا العنصر عشان نجيبه شابتر 7 تمام افتح 7 شوف القانون طيب ضربنا الـ I في W بعد ما نضربها بدنا نجمع الكالستنت بديل ايش نقول له؟ جمع هيك نجمع هيك اللي هي اسمها A نقطة B I صحيح نعم في واحد حزور في اثنين هيك جبت انا الادرس الادرس لـ AI الادرس لـ AI بدي اجيب القيمة الموجودة هنا متذكرين الرد؟ بتاخذ من مصروفة في اثنين وخزنها وين؟ في ثلاثة في ثلاثة إذا في ثلاثة في الفاليو اللي مخزنة في هذا المكان بالذاكرة الفاليو القيمة اللي بدي اياها عشان اقدر اجمعها طيب أربعة زائد واي في ثلاثة وفي ثلاثة مخزنة في اكس في أربعة نصف في
بعدين دي اربع فريق وعاد صرت يعني بنفع خلاص ماشي هجيت ضل بوت ولا ما تنفعش اذا بدك تعمل بوت بلا حطيت بوت مباشره بدك يا بدك تزود خطوه زي هيك كل بوت دي اربع في اللي هي اكس تمشي الحال طبعا دي طيب في عندي سؤال على خلينا هذا المستمع سؤال على التابل زي البارسي شوف ال خلينا نحل هذا البارسي لا كان في مقصود واحد هذا لما تكبر مصطفى 80 حاليا طيب خلاص كم صار صار بخمسه يلا بسرعه ليش راح يا زلمه
احلى شباب يزن غير ايش يا يزن اسكت يا زلم يا اخو بدنا نصور نصور فهمت عليك طيب هاي الجد والمعضة دعونوش تكون شاكتين خمس دقائق تمام السلام أربعة والرقم أربعة يعني فش على الستاك
سي وأربعة وعطيهم زي هيك شفت يعني بوش على الستاب بس هذا في البوتوم أب بنقول على شفت في التوب دا بنقول عنها بوش نفس الحاجة بس هي كمان وهي راحت السي درجة سي صح
أربعة مع الإيه؟ ريبيوس ريبيوس حصل الضرب على ثلاثة بدلت على السي وحصل على إف ريبيوس هنعمل بوم ده الأربعة والسي وبرش إف مع حاجة وهتصير زي دولار ساين زيرو في اثنين فجيت اثنين تبدا على الستاك مع الاف في الجود وستة وهتصير زي دي اف ستة ستة مع الايه؟ في الاكشن اربعة وعطين زي اثنين جولة صار تلعب كنتين هدول صفر مع التي اثنين صفر مع التي في الكوتر فعطين زي اثنين وهي اي سي جولة صار اثنين مع الايه رديوس واحد اثنين مع التي نحط مع الهي هاي رديوس وين تي رايحة لا اللي هي 2 دي وبرش دي مع حاجة وهي بدل صاين زيرو صفر مع الاي واحد واحد دكتور عجيت في بتاعت بوش تي 2 هذه ايش؟ مش احنا حطينا تي هاف ما نحطش لها اللي فوقيه تي اثنين اه هيا ماشي رديوس ضد تي لتي اف لا بس تي اف طب اه في هاي النسبة اه احنا بنعمل خطوة هذه العادية وقعنا التي والاف كنا نحط محلها تي اثنين تي اثنين تمام رفعنا هاي وحطينا تمام طيب طاحت مع الايه؟ شفت خمسة طيب يعني بوش الايه وخمسة شفت خمسة بوش للايه مع الخمسة ها تحطين زي ايه زر صار زيرو اي واحد ايه خمسة هاي صارت سي دولار صاير في عندي خمسة مع سي شفت أربعة إيش أربعة؟ سي أربعة يعني بدنا نطلع الدي أب نحط في حالها دي وين؟ شفت أربعة شفت أربعة بوش بوش أيوه سي أربعة شو بدي أقول له ليش سي أربعة هي صارت دولار صاير هدي أربعة مع دولار صاير آر ثلاثة هي صارت مع السي ريديوس وين؟ حول الساعة أف رايح على سي ولا سي؟ سي رايح على أف رايح على سي أف رايح على سي هنعمل هوب هوب السي بس أربعة سي حط أف وش أف مع حاجة هاي جولة وصاين زيرو في واحد ايه خمسة خمسة مع تسعة بردوكو تسعة كنت الواحد على طاقة في الصلاة شو بدي تكسر معاه كله مرة تسعة مع دولار صاين ار اثنين هنطلع الاف ونحط دي وديوس دي رايح على الاف بوب تسعة وقف وخش دي مع حاجة ها؟
صارت كل انصام زيرو تي واحد تي خمسه تي طلعت خمسه مع التي في الفوتو تمام تمام هاي تي تمام دولار صاير تمانية مع دولار صاير سيوس ار واحد ار ستة ار ستة ار ستة ار ستة ايش بيطلع العدي الجي والاي وحط اي لو انا بديوس ان هي اي رايحة للاي اي واحد واحد مع دولار صاير كلمة ASC جدول هدف Let's go.